ورحمة الله وبركاته أخواتي، كنتمنى إن شاء الله أنكم تكونوا بخير. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم هاد حامل الدبابيس، يعني اللي طلبته مني واحد المشتركة، وإن شاء الله غنوريكم اليوم الطريقة باش تقادوه. أنا عطيته لكم هنا على جوج ديال الأشكال. إن شاء الله الأخوات اللي متتبعين معنا الفيديو اللي فات غادي يفهموا هاد الطريقة باش قديت هذا، وإن شاء الله اليوم غنخدم معكم هاد اللي على شكل وردة. كنتمنى ان شاء الله من الاخوات انهم يستفدوا معايا في هذا الفيديو. ونخليكم دابا مع الطريقه. غادي نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نحتاجو هي جوج ديال القطع ديال الثوب، يكونوا على هذا الشكل، هذا دائري، يكون الحجم ديالهم قد بعضياتهم. غادي نخيطوهم من جناب كاملين، وغادي نخليو غير واحد الفتحه يعني صغيره باش نعمروها من الداخل باللواط. غادي نقلبوهم على هاد الجهه هذه، وغادي نخيطوهم من الجناب ونخلي واحد الفتحه صغيره. غنحتاجو ابره وخيط، وغادي نخيطوهم من الجناب على هذا الشكل هذا. دابا بعد ما خيطتها بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا، غادي نقلب الثوب على هذا الشكل هكا، غادي نقلبها ونعمرها باللواط. بالنسبه لهاد البلاصه اللي بقات لينا، انا غنخيطها بهذه الطريقه باش تجيني الخياطه لداخل. غادي ندخل الخيط من الداخل بهذا الشكل هكا، وغنحاول نثني هاد الجناب هادو بهذا الشكل هذا، نشد في القنت ديال الثوب ونعاود نثني هنايا ونشد في القنت ديالو، ونخيط بهذه الطريقه هذه باش ما تبانش ليا الخياطه خارجه لبرا. دابا بعد ما خرجتها من هنا، غادي نحاول نعاود ندخل الابره ونخرجها في الوسط. نخرجها من الوسط بهذا الشكل، ونعاود نرجعها للجهه الاخرى. نحاول ما تخرجش بزاف. من بعد غادي ندير بهذا الشكل هذا، غنحاول نقسم هذه الكره هذه على 8 ديال الفصوص باش تكون لينا وردة. من بعد ما تشكلات لينا على هذا الشكل هذا، غادي نعقد الخيط لتحت. نحاول نعبدو شحال من مره يعني باش ما تحلش لينا العقده. بالنسبه لهنايا فانا غنزينها بهاد العقيق هذا مع واحد الصديفه. ممكن تستعملوا يعني اي عقيقات عندكم او صدايف، غنزينها بهذا الشكل. كتجي على هذا الشكل هذا. دابا غادي ناخذ واحد القطعه ديال القماش تكون على هذا الشكل هذا، على شكل مستطيل، يكون فيها 4 سنتيم في العرض، والطول يعني غادي تعبروا على يديكم، وغادي تشيطوا واحد شي شويه يعني ما تكونش مزيره. غادي نقلبها على الجهه الخلفيه. ممكن تخيطوها من هنايا، او ممكن تستعملوا الغيره. انا غادي نستعمل الغيره يعني كيكون اسهل واسرع. دابا فاش ساليتو غادي نقلبو على الجهة الأخرى. دابا ملي سديتو غادي ندير ليه قطعة ديال لاستيك، غادي نعبرو على يدينا يعني نشوفو العبار المناسب لينا، ونشيطو واحد شي شوية بلاصة العقدة.
دابا ملي سالينا هاد القطعة هادي، غادي ناخدو واحد القطعة دائرية صغيرة بهذا الشكل، يعني تكون صغر من القياس ديال الخلف ديال هاد الوردة. وغادي نجيبو المسدس الغراء، كتجيب هاد الشكل هذا كيف ما كتشوفوا من الخلف، يعني ما كيبان والو. وعندنا البنده ديالها كتجي على هاد الشكل هذا، كنوضعوا فيها يعني الفنايت يعني دوك الدبابيس الصغيورين ديال الخياطه، يعني كتهز لينا كلشي. كنوضعوها في اليد بهاد الشكل، يعني كتجي زوينه ومرتبه. بالنسبه للشكل الثاني فانا ديجا قديته معكم في الفيديو اللي قبل من هذا ديال القبعه، يعني حاملات الدبابيس على شكل قبعه. غناخدو غير هذا الجزء هذا اللي قديت من الفوق. بالنسبه للاخوات يعني اللي ما عارفينش الطريقه يرجعوا الفيديو اللي فات. وغنقادو واحد البنده بحال هذه اللي قدينا ديجا، وغنوضعوها يعني من الاسفل بهذا الشكل هذا بالكولا ديال البيستولي. في الاخير كيجي على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، فهي كتجي زوينه بزاف يعني ومرتبه وانيقه. كنتمنى ان شاء الله من الاخوات اللي عجبهم هذا الفيديو هذا ما يساوناش بواحد جيم صغير ويشتركوا في القناه. وكنشكركم والى اللقاء ان شاء الله في فيديو قادم.